مطلوبون يسلمون أنفسهم في جرابلس للشرطة العسكرية ضمن حملتها في ملاحقة المفسدين. عقوبات أمريكية جديدة تستهدف ممولين لنظام الأسد والحرس الثوري الإيراني. دي مستورا يأمل في تشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل أن يغادر منصبه مع نهاية العام. أهلا بكم. قام بعض المطلوبين في مدينة جرابلس الواردة أسماؤهم في حملة مكافحة الفساد بتسليم أنفسهم، وذلك بالتزامن مع فرض الشرطة العسكرية حظر التجوال في المدينة حرصا على سلامة الأهالي، في حين بدأ الجيش الوطني حملة أمنية في الباب وجرابلس وعزاز، ودعا أهالي جرابلس لتسليم جميع المطلوبين. نحن الآن وسط مدينة جرابلس. طبعا الشرطة العسكرية في مدينة جرابلس قامت بإغلاق جميع مداخل ومخارج المدينة، وذلك لمنع خروج وهرب أي شخص مطلوب ضمن هذه الحملة التي تقوم الآن في مدينة جرابلس وفق البيان الذي صدر من هيئة أركان الجيش الوطني السوري. طبعا الشرطة العسكرية موجودة في جميع مداخل ومخارج المدينة كما ذكرنا. طبعا المدنيين، حركة مدنيين شبه معدومة بسبب البيان الذي صدر أو استجابة للبيان الذي صدر يوم أمس من الشرطة العسكرية في مدينة جرابلس. المطلوبون ضمن مدينة جرابلس قاموا بتسليم أنفسهم أغلبهم إلى الآن لتجنيب المدينة من الاقتتال أو أي أمر يضر المدنيين ومصلحة المدينة مدينة جرابلس. طبعا الجميع الآن، جميع الفصائل متفقة على تسليم أي شخص يرد اسمه إلى الشرطة العسكرية لتتم محاسبته وصولا في القضاء. تعمل واشنطن على زيادة عدد قواتها في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على الحدود السورية التركية. وقالت صحيفة يعني شفقة التركية إن واشنطن نقلت مجموعة من جنودها خلال الأيام الفائتة من قاعدة التنف جنوب شرق سوريا ومن نقاط تمركزها في العراق إلى منطقة عين العرب الخاضعة لسيطرة قسد على الحدود مع تركيا، حيث وصل عدد الجنود إلى 500 عنصر في المنطقة. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة عقوبات تستهدف قنوات تساهم في تمويل نظام بشار الأسد والحرس الثوري الإيراني عبر تحويل مئات ملايين الدولارات وتوريد شحنات نفط إلى النظام عبر إيران. عقوبات أمريكية جديدة تستهدف قنوات تمويل نظام بشار الأسد وتشمل عدة أشخاص وكيانات متورطين في تحويل مئات ملايين الدولارات وتوريد شحنات نفط إلى النظام عبر إيران. وزارة الخزانة الأمريكية التي نشرت العقوبات الجديدة أوضحت أنها تستهدف ثلاث شركات في كل من روسيا وإيران وستة أشخاص من جنسيات مختلفة. قائمة المعاقبين شملت تاجرا سوريا يدعى عامر الشويكي وشركته الروسية مجموعة جلوبال فيجن، والذي اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية بتهريب النفط من إيران وتحويل الأموال إلى وكلاء في الحرس الثوري الإيراني. ونشرت صورة له تظهره أمام حزمة أموال بالدولار ورسالة موقعة منه وعضو آخر في حزب الله يؤكدان استلام مبلغ 63 مليون دولار من الأموال الإيرانية. قرار العقوبات شمل أيضا السوري حاجي عبد الناصر واللبناني محمد قاسم البزال والروسي أندري دوغايف والإيرانيين رسول سجاد وحسين يعقوبي، كما فرضت عقوبات على شركات روسية تشمل إم بي بانك وشركة تدبير كيش للأدوية. وزير الخزانة الأمريكي ستيفن موشين نوه بأن العقوبات تمثل إحدى طرق مواجهة ما وصفها بخطة معقدة تستخدمها إيران وروسيا لدعم نظام الأسد وتوليد الأموال للنشاط الإيراني الخبيث.
مؤكدا التزام بلاده المتواصل بفرض عقوبات مالية على إيران وروسيا وسواهما من الداعمين لنظام الأسد. إدراج الأفراد أو الكيانات على لائحة العقوبات يعني عزلهم فعليا عن النظام المالي العالمي وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأمريكي، وتحذير المؤسسات غير الأمريكية من التعامل معهم وفق القانون الأمريكي. ومعنا الباحث القانوني إبراهيم علبي من لندن. أهلا بك سيد علبي على شاشة حلب اليوم. يعني بداية، كيف يمكن لهذه العقوبات أن تؤثر على الكيانات والشخصيات المستهدفة؟ مساء الخير. طبعا هذه العقوبات هي سلسلة جديدة من العقوبات الأمريكية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وسوريا وبعض الشركات الروسية. التأثير يأتي من خوف الجهات الغير أمريكية، سواء كانت بنوك، مطارات، الأرصدة، دول أخرى غير معنية بالعقوبات بشكل مباشر، من التعامل مع هؤلاء الأشخاص، مما يجفف منابع ويصعب على هؤلاء الأشخاص والكيانات إيصال الأموال والممتلكات يعني من المواد والأسلحة وغيرها لتحقيق الأهداف مثلا في سوريا من القتال وغيره. فتأثير العقوبات الأمريكية ولو هي كانت أمريكية بشكل خاص لها تأثير على دول أخرى التي تتبع السياسات الأمريكية، وهي طبعا خطوة يرحب بها، لأن هذه العقوبات هي عقوبات محددة موجهة لا تشمل بلد ما أو قطاع ما بشكل عام، وإنما موجهة تجاه أشخاص يعني يستخدمون هذه الأموال من أجل انتهاكات أو كثير من الانتهاكات التي نراها في. طيب سيد إبراهيم، يعني إلى أي مدى تشكل هذه العقوبات ضغطا حقيقيا على مصادر تمويل نظام الأسد؟ طبعا قياس مدى فعاليتها يمكن أن نراه من خلال ردة فعل النظام على هذه العقوبات خلال الأعوام السابقة. كثير من الأحيان نسمع من تجار مقربين من النظام ومن النظام أنهم يعني إضافتهم على قوائم العقوبات سوف تضر بالسوريين وتضر بالدواء والماء وغيره. فنحن نرى تأثير هذه العقوبات من خلال ردة فعل النظام على رفضها ويعني التحجج بأنها تؤذي السوريين بشكل عام. طبعا لدى النظام الكثير من الطرق لتجاوزها من خلال الدول يعني المؤيده له والداعمه له، ولكنها يعني على الاقل سوف تصعب هذه العمليه اكثر فاكثر. فمن المؤكد يعني ان النظام يلقي لها اهتماما ويحاول قدر الامكان محاربتها سواء من الراي العام او من خلال الدول الحليفه. شكرا جزيلا لك الباحث القانوني ابراهيم علبي، كنت معنا من لندن. أصدر المجلس الإسلامي السوري بيانا حول ما وصفه بالتغير الثقافي أو التغيير الثقافي والإيديولوجي الذي تسعى إيران من خلاله لإحداث شرخ عميق في المجتمع السوري على حد تعبيره. طالب البيان الشعب السوري ومؤسساته العلمية والدعوية بالوقوف في وجه ما أسماه الغزو الثقافي ومشاريع التشييع، وعن ذلك عن طريق إنشاء مؤسسات دعوية وجامعات في عدة مدن لنشر المذهب الشيعي وإلزام الناس بشعائره كالأذان وغيره. هذا وحمل المجلس الإسلامي الجهات والمؤسسات الإقليمية والدولية مسؤولية السكوت عن ممارسات إيران من تغيير لمعتقدات الناس بالقوة وبالتواطؤ مع نظام الأسد. دخل إضراب معتقلي سجن حماة المركزي عن الطعام يومه الثامن بعد إصدار أحكام إعدام ميدانية بحق بعض المعتقلين. هذا وأفادت مصادر محلية بأن السجن لم يشهد أي زيارة لمنظمات مثل الهلال الأحمر والصليب الأحمر رغم تراجع الحالة الصحية لبعض المعتقلين. وأضافت المصادر أن الاتصالات لا تزال مقطوعة عن السجن ولا تأتي إلا لفترات قصيرة،
مشيرة إلى تركيب النظام أجهزة التشويش في محيط السجن. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. مهرجان الزيتون الأول في إدلب لترسيخ الموروث الزراعي والثقافي عن الشجرة المباركة. مشاكل اقتصادية، خلل في الأمن، ضعف في المؤسسات الحكومية. مشاكل تحتاج لحلول، وكثير من القضايا تنتظر عدسات تكشفها، توضحها وتناقش حل حالتها مع أصحاب الشأن. نطرح مشاكلكم ونضيء على الحلول المتاحة. تابعونا في برنامج قضايا. أهلا بكم من جديد. قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا إن أنطونيو غوتيريش طلب منه البقاء في منصبه إلى حين دعوة اللجنة الدستورية للإنعقاد الشهر المقبل. وأضاف دي مستورا خلال إفادته أمام مجلس الأمن الدولي أنه سيوجه دعوات لاجتماع أعضاء اللجنة الأولى في منتصف كانون الأول المقبل مع استعداده للتخلي عن مهمته في حال عدم تشكيلها مع نهاية العام مع شرح كافة الأسباب. وفي استطلاع للرأي على صفحة حلب اليوم، رجح 88% من المصوتين عدم نجاح ديمستورا في تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام، فيما رجح 12% إمكانية ذلك. ولمناقشة الموضوع معنا من اسطنبول ممثلة الائتلاف في هيئة التفاوض السورية ربا حبوش. أهلا بك سيدة ربا. نبدأ من استطلاع الرأي، 88% يرجحون عدم تمكن ديمستورا من تشكيل اللجنة الدستورية. تعليقك على هذه النسبة. مساء الخير. من الطبيعي أن يصل الناس إلى هكذا نسبة يعني، وهذه الحالة من اليأس نوعا ما من تشكيل اللجنة الدستورية بعد كل الظروف والمماطلات التي يقوم بها النظام والتعطيل المستمر لتشكيل وإطلاق هذه اللجنة. أنا لا أستغرب نتائج هذا الاستطلاع، والموضوع فعلا شائك ومعقد، ونحن يعني ننتظر ولا يمكن التنبؤ بهذا الموضوع على الإطلاق. ربما الدول والأمم المتحدة تدفع باتجاه إطلاق اللجنة الدستورية، لكن هذه اللجنة نحن نعلم أنها مشكلة من المعارضة والنظام والثلث الثالث الذي هو سبب الخلاف. لا تستطيع الأمم المتحدة مع المعارضة أن تشكل هذه اللجنة إذا لم يعني ينخرط النظام بهذه العملية إضافة إلى الاتفاق على الثلث الثالث. إذا الاستطلاع الرأي يعني أنا لم أستغرب النتيجة، لأنه بعد طيب. كل هذا الوقت من الطبيعي يعني يصل الناس إلى هذه الحالة. نعم، هل سيتمكن النظام برأيك من فرض استحواذه على الثلث المرجح في اللجنة الدستورية؟ عفوا لم أسمع السؤال. هل يعني أنت قلتي أن النظام يحاول يعني الاستحواذ على الثلث الثالث المرجح، ويعني
وهو الذي يمثل المجتمع المدني وما إلى هنالك، هل سيتمكن النظام بالاستحواذ على هذا الثلث؟ الموضوع ليس فقط أن النظام يحاول أن يسيطر على الثلث الثالث ويستحوذ عليه، الموضوع أن النظام يرفض هذه اللجنة الدستورية. صحيح أنه قدم الأسماء وقال يعني أنه ربما ينخرط بهذه اللجنة، لكن سنعود إلى الكلام الذي قاله وليدي المعلم وزير خارجية النظام للأمين عام الأمم المتحدة في الاجتماع العام للجمعية العامة، عندما قال أنهم لم يوافقوا على مخرجات سوتشي وأنهم لن يقبلوا بهذه المخرجات. إذن هو تملص من هذه العملية. النقطة المهمة أن النظام ليس فقط يعني يحاول الالتفاف والتعطيل، هو لا يريد الانخراط حقيقة بهذه اللجنة الدستورية التي هي برعاية الأمم المتحدة، لأننا نعلم أنها طالما برعاية الأمم المتحدة فإنها ستتمتع بالمصداقية ولن يستطيع أن يمرر ما يريده من خلال هذه اللجنة. هو يريد ويتحدث عن إصلاحات دستورية وعن يعني تفصيل دستور على قياس النظام، وهذا الموضوع غير مقبول على الإطلاق، لأن الأمم المتحدة لديها معايير ولديها شروط. حتى موضوع الثلث الثالث، حتى لو كان كل هذا الثلث من النظام، طالما هذه اللجنة برعاية الأمم المتحدة فإنها ستكون ذات شرعية ومصداقية. طيب، لكن موضوع الثلث الثالث نحن لن نقبل بأن يسيطر عليه النظام. الشروط التعجيزية التي يتحدث عنها غير قابلة للتطبيق، والموضوع يعني فعلا الآن الكرة بيد الأمم المتحدة، الكرة في ملعب الأمم المتحدة وفي في ملعب المجتمع الدولي. أشكرك جزيل الشكر من اسطنبول، ممثلة الائتلاف في هيئة التفاوض السورية رباح حبوش. طالب رأس النظام بشار الأسد بعودة العلاقات بين سوريا والأردن إلى سابق عهدها. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بالوفد البرلماني الأردني في العاصمة دمشق. انتهت زيارة الوفد البرلماني الأردني إلى رئيس النظام بشار الأسد في دمشق، مخرجاتها كانت أكثر ما تم تداوله على وسائل الإعلام الأردنية. صحيفة الغد الأردنية قالت إن الأسد أعرب عن تقديره لمواقف المملكة، وأن القيادة السورية أبدت موقفا إيجابيا تجاه العلاقات مع الأردن. وكالة عمون تحدثت عن إرسال الأسد رسالة شفهية لملك الأردن، مفادها أنه يتطلع للأمام وليس للخلف. من جهتها عنونت صحيفة السوسنة مقالا بأن الأسد يحيي الأردن قيادة وشعبا، ونقلت عن أحد النواب قوله أن اللقاء مع الأسد كان وديا. الأسد وخلال اللقاء أبلغ الوفد تطلعاته بعودة العلاقات إلى سابق عهدها وضرورة إزالة جميع العوائق، فيما بدا أنه إرادة سياسية واضحة من الأسد الذي طالب بدفع العلاقات نحو الإيجابية بحيث تكون نتائجها فورية وسريعة. العلاقة بين سوريا والأردن كانت قد شهدت توترا كبيرا خلال السنوات التي تلت الثورة، حيث التزمت عمان بالإبقاء على علاقة فاترة على أقل تقدير مع دمشق، متبعة وفق محللين سياسة إمساك العصا من المنتصف. فلم يصرح الأردن بشكل رسمي بأنه في صف المعارضة ضد النظام، كما أنه لم يعلن وقوفه مع الأسد. العلاقات بين عمان ودمشق تأزمت بشكل أكبر بعد طرد السلطات الأردنية للسفير السوري لديها بهجة سليمان عام 2014 لترد دمشق بالمثل، وتطرد القائم بأعمال السفارة الأردنية في دمشق واعتبرته شخصا غير مرغوب فيه. وكان نظام الأسد اتهم الأردن مرارا بإرسال المقاتلين عبر حدودها لسوريا ودعمها الفصائل المقاتلة بالسلاح، وهو ما نفاه الأردن جملة وتفصيلا. وعلى ما يبدو فإن انتهاء المعارك في الجنوب السوري وإعادة فتح معبر نصيب الحدودي أعاد بعض الدفء إلى العلاقات بين البلدين. معنا من عمان دكتور حازم قشوع النائب السابق في البرلمان الأردني. أهلا بك دكتور على شاشة حلب اليوم. يعني إلى أي مدى ستكون عودة العلاقات بين الأردن ونظام الأسد سهلة التنفيذ إن صح التعبير؟ يعني ما نأمله دائما أن يعود الحال السياسي لتكون موجودة وسائدة لحفظ الأمن والمستقرات في سوريا. ما نرجوه ونتطلع إليه كل الأردنيين كما كل الغيورين أن تبقى الجغرافيا السياسية
سوريا الشقيقة والجارة دائما موحدة ومنسجمة روحا ونصا مع الحالة السورية الديمغرافية السائدة. ما نرجوه أن تعود حالة الوئام إلى سوريا التي تمكن سوريا أن تتعافى جراء ويلات حالة العنف التي جاءت وجابت في الداخل السوري. هذا ما يعمل العالم كما يعمل الأردن. أردنيا نحن دعونا منذ اللحظة الأولى من دلعت الحالة في سوريا عندما قال جلالة الملك أن الحل في سوريا تأتى سياسيا ولا تأتى عسكريا، وبالتالي نحن مع عودة دائما أن يكون مجريات الأحداث باتجاه سياسي، مجريات الأحداث تتم بطريقة تفاوضية، بطريقة ترسخ مفاهيم جديدة لبلورة الحالة السورية التي نريد بمشاركة الجميع، لما تستطيع في سوريا أن تعيد. يعني هل سوف يربط الأردن إلا بعودة كل الأطراف للمفاوضة؟ طيب يعني هل يعني تربط حضرتك عودة علاقات الجانب الأردني مع سوريا أو مع النظام ب حل سياسي شامل يشمل الجميع وكافة الأطراف؟ حقبا عندما تتحدث عن الحالة السائدة أردنيا أن تتحدث عن طريقة ديمقراطية، شاهدت أنه هنالك من يقف مع الحكومة السورية إنجاز التعبير، هنالك من يقف مع المعارضة السورية وكلاهما موجود وحاضر في قبة البرلمان. تشاهد أنه عبد الكريم الدغمي يقول كلام له رأي وله رأي مقدر، وأيضا نشاهد مثلا عضو مجلس النواب كصالح العرموط يتحدث بحالة أخرى، وكلاهما يتحدث عن حالة ديمقراطية نحن طبعا نقرها وندعم وجودها أردنيا. وبالتالي أن تتحدث عن دولة ديمقراطية لها للسادة أعضاء مجلس النواب حرية التعبير، والأحزاب السياسية أيضا لدينا في الدولة الأردنية حرية التعبير، لكن يبقى القرار السياسي الرسمي التي تقوم يعني القرار السياسي الرسمي. هنالك من يحلل يعني المشهد بشكل عام ويقول إن الأردن كان ينتظر استعادة النظام للسيطرة على كافة المناطق والمناطق الحدودية أيضا ليعيد العلاقات معه كسابق عهدها قبل 2011. يعني عندما نتحدث عن الحدود ومشكلة الحدود نعلم جميعا أن مدى أهمية هذا الجانب للأردن. الأردن كان طيل الثمان سنوات الماضية هو الذي يقوم بعملية حفظ أمن واستقرار الحدود ليس فقط على الجانب السوري والأردني، لكن أيضا على كل الجوانب التي لها علاقة بالموقع الجيوستراتيجي للأردن ومآلاته. بالتالي الأردن تكبد يعني معاناة كبيرة نتيجة مواقفه ودفاعه عن النقاط الرئيسية والحدود الرئيسية لحفظ أمن واستقرار هذه المنطقة. ما نريد أن نؤكد عليه دائما أهمية واضحة أن الأردن يقف دائما مع حالة الاستقرار في سوريا، مع الحالة السلمية في سوريا، مع حالة الحوار التي تفضي إلى نتائج مثمرة لصالح الكل السوري، وأيضا مع حالة الجغرافيا السياسية لسوريا حتى تكون دائما موحدة وآمنة ومستقرة. هذا ما نريده وهذا ما نسعى إليه. وأنا أعتقد أن جلالة الملك في عدة مناسبات وفي عدة لقاءات أشار بكل وضوح إلى أهمية ترتيب البيت الداخلي يتأتى سياسيا ونتأتى. من عمان دكتور حازم قشوع النائب السابق في البرلمان الأردني، أشكرك جزيل الشكر. أظهر شريط مصور إلقاء طائرات أمريكية شحنة من ذخائر المدفعية لمجموعة من قواتها متمركزة في ناحية الرمانة بالقرب من الحدود العراقية السورية. حسب موقع مختص بأخبار وزارة الدفاع الأمريكية فإن العملية هذه تمت منتصف الشهر الجاري وتأتي بالتزامن مع عمليات التحالف ضد تنظيم الدولة في ريف دير زور الشرقية قرب الحدود العراقية، فيما أعلن الجيش العراقي شن ضربات جوية ضد تنظيم الدولة داخل الأراضي السورية، وأوضح أن القصف استهدف مستودعا للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله 10 عناصر تنظيم وصواريخ ومتفجرات في منطقة السوسة بريف دير الزور الشرقية. أقامت لجنة حقوق الطفل في مدينة خان شيخون معرضا لرسومات الأطفال بهدف تعريفهم بحقوقهم ونزع آثار الحرب من ذاكرتهم. بعد أكثر من 7 سنوات من الحرب في سوريا والمجازر التي ارتكبها نظام الأسد في خان شيخون،
هكذا تبدو الحياة في عيون وأذهان أطفالها ضمن معرض لرسومات الأطفال في المدينة. فهذا المعرض أو هذا النشاط خاص بالأطفال لتعريفهم بحقوقهم من خلال رسومات يقومون برسمها. سيتم تكريم الأطفال الفائزين من خلال لجنة بعض أساس الرسم الذين قاموا بانتقاء أجمل الرسومات لتكريم أطفال أصحابها من خلال التعبير عن حقوقهم في اللعب أو في التعليم أو في العيش في بيئة آمنة. لجنة حقوق الطفل في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي نظمت هذا المعرض للتلاميذ، وأشرف على اختيار اللوحات معلمين اختصاصيين بالرسم والفنون التشكيلية بحضور أولياء أمور التلاميذ وعدد من لجنة حماية الطفل في إدلب. كرموني لأن رسمت رسمة حلوة، والرسمة هي حديقة ملاهي فيها مراجيح وزحليطات ورد وفيها أولاد عم يلعبوا. رسمت عن حقوق الطفل قالت لأني كرمتني جائزة، ورسمت في مدرسة أحمد النسر وكل رفقات رسموا وكرموها الجوائز. 20 لوحة مميزة تم انتقاؤها وتكريم من رسمها وتقديم هدايا رمزية لتحفيزهم على الاستمرار في العملية التعليمية، ناهيك عن كونها فرصة للأطفال لنشر مواهبهم وإبداعاتهم ومحو آثار الحرب والقصف من ذكرياتهم. للمرة الأولى في الشمال السوري تحتضن مدينة إدلب مهرجان الزيتون للتعريف بتاريخ الشجرة وأهميتها وارتباطها بتاريخ المدينة. للمرة الأولى في الشمال السوري يقام مهرجان الزيتون الأول في المركز الثقافي بمدينة إدلب برعاية منظمة بنفسج وحضور عدد من أطباء الزراعة والمؤرخين وطلاب من كلية الهندسة الزراعية بالإضافة إلى وجهاء من مدينة إدلب. ثبت أن وجود الزيتون منذ أيام إدلب أي الألف الثالث قبل الميلاد، ومن انتشرت إلى أنحاء العالم. هناك 12 وثيقة في وثائق لا تذكر الزيتون والزيت، حتى أن الزيت كان هناك مخازن ومستودعات الزيت خاصة بالعائلة المالكة بقصر الملكي وخاصة بالشعب. الهدف من المهرجان ترسيخ التراث، تخلله ندوات عن تاريخ شجرة الزيتون في سوريا بالإضافة إلى محاضرات تكشف الترابط بين الزيتون ومحافظة إدلب، انتهت بفيلم وثائقي قصير تحت مسمى حكاية زيتونة. مهرجان الزيتون الأول هو المهرجان الأول من نوعه، طبعا مهرجان زيتون هو ترسيخ للموروث اللي ورثناه أجدادنا لحتى نحافظ عليه ونورثه كمان لأولادنا، اللي هو شجرة الزيتون اللي تشتهر فيها المحافظة بشكل خاص وسوريا بشكل عام. طبعا كان في فعاليات ثقافية فنية وعلمية. احتوى المهرجان معرضا للأدوات القديمة المستخدمة في زراعة الزيتون وبعض المأكولات الشعبية التي يدخل الزيتون فيها، واختتم بزراعة شجرة قرب المركز الثقافي ذاته. نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtoday.tv.net. دمتم برعاية الله وحفظه، بأمان الله. We'll be right back.